أهلا بكم. التغيير الديمغرافي في العراق يخدم مصلحة من؟ لا سيما حزامها الذي لم تتوقف فيه حملات الاعتقالات وتجريف الأراضي الزراعية بذريعة الإرهاب، ثم جاءت مرحلة جديدة وهي مرحلة إقامة المشاريع الاستثمارية والمدن السكنية في حزام بغداد. من له المصلحة بطرد مئات العوائل من مزارعها وبيوتها تحت ذريعة إنشاء سور بغداد الأمني؟ وما تداعيات الاجتماعية وتداعيات الاقتصادية لتجريف أكثر من آلاف دونم زراعي وبساتين ومزارع بمناطق أبو غريب والرضوانية وصدر اليوسفية والطارمية ومناطق أخرى، وفسخ العقود الزراعية للمزارعين من مزارع اللطيفية وتوزيع تلك الأراضي على آخرين وطرد الفلاحين والمزارعين منها؟ والسؤال أيضا، هل تتم هذه المشاريع برعاية حكومية وإرادة سياسية للأحزاب لصالح أجندات إيرانية؟ لتسليط الضوء مشاهدينا الكرام على هذه القضية في حلقة تحت الضوء اليوم، سيكون معي في هذه الحلقة الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، ضيفي عبر سكايب. مرحبا بك أستاذ مصطفى. حياكم الله، أهلا بكم ومشاهديكم الكرام. أهلا بكم. وأيضا أرحب بالأستاذ عبد السلام عطائي، أستاذ علم الاجتماع. مرحبا بك دكتور عبد السلام. مرحبا، حياكم الله وشكرا لاستضافتكم. حياكم الله. مشاهدينا الكرام، نشاهد بداية هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. التغيير الديمغرافي في العراق يسير وفق تخطيط ورعاية إيرانية ضمن برامج الحكومات المتعاقبة وسطوة الميليشيات المتنفذة منذ احتلال العراق سنة 2003، وظهر جلياً في الموصل وصلاح الدين وديالى وبغداد التي كان لها النصيب الأكبر، لا سيما حزامها الذي يعاني تجدد العمليات العسكرية والاعتقالات تارة وتجريف الأراضي الزراعية بذريعة الإرهاب تارة أخرى. ثم اكتملت أركان جريمة التغيير الديمغرافي بحجة إقامة المشاريع الاستثمارية والمدن السكنية. صور التغيير الديمغرافي في حزام بغداد تمثلت بطرد مئات العوائل من مزارعها وبيوتها تحت ذريعة إنشاء سور بغداد الأمني، وتم تجريف ما لا يقل عن 7000 دونم زراعي وبساتين ومزارع بمناطق أبو غريب والرضوانية وصدر اليوسفية والطارمية ومناطق أخرى، بينما فسخت عقود زراعية ل288 مزارعا من أهل اللطيفية بحجة التدقيق الأمني والإرهاب، ثم وزعت تلك الأراضي الزراعية لأشخاص آخرين، فيما اعتبر نحو 4000 دونم زراعي غرب مطار بغداد منطقة عسكرية، وتم طرد الفلاحين والمزارعين منها فضلا عن الاعتقالات التي نفذت في تلك المناطق تمهيدا لتهجيرهم. وفي عام 2020 صادرت وزارة الدفاع الحالية أكثر من 15000 دونم زراعي، وشردت نحو 2000 عائلة من الجنابيين والإدليم والعبيد بعد قرار توزيعها على الضباط والمنتسبين، وطرد أهالي منطقة البكرية بعد قرار توزيع المنطقة على ضباط ما يسمى بجهاز مكافحة الإرهاب، فضلاً عن الكثير من المشاريع الاستثمارية والسكنية التي تخفي خلفها وجهاً آخر للتغيير الديمغرافي واستبدال سكان المدن والأرياف الأصليين بغيرهم. قائمة الحجج والأساليب لتهجير أهالي مناطق حزام بغداد تطول ولا تقصر، وتتجدد كل يوم في صورة واضحة لجرائم التغيير الديمغرافي القائم على أسس طائفية برعاية حكومية وإرادة سياسية ميليشياوية لصالح أجندات إيرانية. أبدأ معك أستاذ مصطفى كامل. التغيير الديمغرافي، هذا المصطلح صرنا نسمعه في العراق بعد عام 2003، ما هي جذور التغيير الديمغرافي في العراق؟ مرة أخرى أحييك وأحيي مشاهديك الكرام وضيفك الكريم الدكتور عبد السلام الطائي. مخطئ وواهم جدا من يظن أن ما يحدث في حزام بغداد بالدرجة الأولى وفي مدن أخرى بالدرجة الثانية وبالذات محافظة ديالى عبارة عن يعني
قضايا تحدث بالصدفة أو بدون تخطيط مسبق، أو أنها لا ترتبط بالمشروع الأكبر الذي يعصف بالعراق ويعصف بهذه المناطق تحديداً، وهو مشروع التغيير الديموغرافي الذي يراد منه بشكل أوسع إحداث فجوة كبيرة في طبيعة السكان في بغداد وفي محيط بغداد وفي محافظة ديالى وأماكن أخرى مثل جرف الصخر غير ذلك. هذه الإجراءات التي تحدث والتي عرض جانبا منها تقريركم الذي تقدم قبل قليل، كلها تحدث في إطار المسعى الإيراني الأساس الذي هو مسعى توسعي عنصري طائفي إرهابي يهدف إلى إحداث تغيير سكاني حقيقي في هوية هذه المنطقة في أو عبر إجراءات مختلفة. هذه الدوافع بعضها سياسي، بعضها طائفي، بعضها الانتقام من الحواضن الأساسية للمقاومة الوطنية العراقية التي قاتلت ضد المحتل الأمريكي بعد غزو العراق سنة 2003. كل هذه عوامل يجب أن ينظر إليها بنظرة فاحصة ونظرة عميقة ونظرة دقيقة وتفصيلية شاملة لكل ما يحدث في هذه المناطق. الموضوع لا يتعلق باستثمار أو بإحداث أو استحداث مدن جديدة كما يزعم، وإنما هي مدن جديدة لأغراض التغيير السكاني وليس لأغراض تلبية احتياجات المواطنين العراقيين من السكن. وهذا لو أنها كانت لمجرد إحداث يعني توفير سكن للمواطنين لأنشئت في مناطق أخرى، والعراق فيه من الأراضي الخالية الصحاري تحديدا على مشارف المدن. طيب هنا هذه نقطة مهمة أستاذ مصطفى، طبعا ننطلق منها إذا سمحت لنا إلى الدكتور عبد السلام الطائي. لماذا اختير دكتور عبد السلام، مرحبا بكم مرة أخرى، لماذا تم اختيار حزام بغداد دونا عن باقي المناطق؟ والعراق فيه مساحات شاسعة، فيه صحاري وفيه أراضي غير مستصلحة وفيه الكثير، لماذا تم اختيار حزام بغداد لتبديل سكانها بسكان آخرين؟ نعم، ابتداء حقيقة تحياتي لضيفكم الكريم ولكم أيضا. هو الحقيقة في حقيقة الأمر يعني علينا أن نميز أنه عمليات التغيير الديموغرافي دائما تجرى يتم القيام بها من قبل المحتل، دائما يرفع شعار كمشاريع استثمارية ولكن في حقيقتها هي مشاريع استعمارية وليست استثمارية. الغرض منها إقامة مستعمرات إيرانية على غرار المستعمرات أو المستوطنات الصهيونية، وجرف الصخر عندنا خير دليل على ذلك. تغيير الديموغرافي هدفه تغيير الخارطة الجيوسياسية، لأن هناك حلقة وصل هامة ومشتركة ما بين السكان وما بين الأرض والسلطة والأمن الإقليمي. فتغيير الجغرافيا تغيير الديموغرافيا بمعنى سيؤدي ذلك لا محال إلى تغيير الجغرافيا وتغيير حتى شكل الحكم. ولاحظ حتى قبل الانتخابات تجرى عمليات تغيير ديموغرافي لغرض وصول هذا الحزب أو ذاك. الاستراتيجية الديموغرافية هي علم وفن تحويل الرجال إلى جنود لحماية النظام السياسي، لذلك تهدف التغييرات الديموغرافية إلى تحويل الجيوش إلى ميليشيات كما هو الحال في العراق وغيره من البلدان، وتحويل الحكومات إلى شركات نفطية والأحزاب إلى مافيات. في عرف الغازي الإيراني والإسرائيلي والأمريكي العراق حاليا هو غنيمة حرب، ولمعرفة حقيقة ما يجري هل هو استثمار أم هو استعمار يتطلب معرفة أهمية مدن الحزام التي يجري فيها التغيير الديموغرافي. يشكل جانب الكرخ خاصرة إيران تجاه سوريا والأردن والسعودية، لذلك تتعرض منطقة الكرخ منذ النكبة الوطنية والفكرية التي أصابت العراق عام 2003 إلى غزو ديموغرافي. هناك محاولات لمحو الطارمية ببناء مدينة الرفيل، الرفيل اسم فارسي هذا، لدى المختصين العديد من علامات الاستعلام
حول استحداث الرطيل. مثلا بتاريخ 15/6/2021 وافق مجلس وزراء الكاظمي على استحداث مدينة أطلق عليها الرطيل لتكون عاصمة إدارية جديدة بحجة منع الانفجار السكاني. خطورة هذا القرار كونه يمس البناء الديمغرافي والثقافي والجغرافي لتاريخ عاصمة الحضارات بغداد وغلافها السكاني والعمراني. تم قرار إنشاء مدينة الرطيل دون علم أمانة بغداد ولا حتى مدرجة ضمن المخطط الإنمائي الشامل لبغداد لسنة 2020. لم يحصل في تاريخ أي دول في العالم أن يعلن عن مشروع استثماري جبار كهذا لاستحداث مدينة جديدة بمساحة وأرض تعادل حوالي نصف مساحة بغداد عزيزي المواطن، وتستوعب مليون مواطن في منطقة الكرخ، مواطن مستقر في أرضه منذ عقود أو قرون دون علم ولا موافقة البرلمان ولا وزارة التخطيط. أغلب المؤشرات التي لدينا أن مدينة الرطيل ذات الاسم الفارسي ستقع ضمن محيط مطار بغداد الدولي، أي ستؤدي إلى محاصرة مطار بغداد. الأخطر من ذلك، ستتحول معالم مدينة بغداد من الطراز العربي الإسلامي إلى طراز عمراني بنقوش فارسية. جرف الصخر الآن مستعمرة وثكنة عسكرية دفاعية وهجومية على غرار المستعمرات الصهيونية في إسرائيل، لكونها تمتلك عناصر أمنية وعسكرية سوقية وتعبوية وعملياتية، إلاوة على الاعتبارات الجيوسياسية. فمدن الحزام بغداد لها أهمية استراتيجية متنوعة عزيزي المشاهد. الأهمية الاقتصادية، تعتبر منطقة الحزام الأخضر عاصمة اقتصادية للمشروع الجديد، تتولى تمويل الميليشيات نفسها ذاتيا، فوجود عدد من المنشآت الصناعية والمصانع الحربية، والآن تستثمر أراضي جرف الصخر لزراعة المخدرات على غرار تجربة حزب الله في لبنان. عسكريا حاليا هناك قواعد للصواريخ مداها يصل من 200 إلى 700 كيلومتر، مثل صواريخ نصبتها إيران، صواريخ الزلزال وفاتح وذو الفقار. أهمية استراتيجية، جرف الصخر ومنطقة الحزام الأخضر منطقة تماس وملتقى للمدن السنية والشيعية، الأنبار، كربلاء، النجف، الموصل، الديالة كما تفضل الأستاذ مصطفى كامل وصلاح الدين. جرف الصخر الجناح الشرقي لقضاء الفلوجة، وخط تماس مع مدني وحزامي بغداد الجنوبية كاللطيفية والإسكندرية واليوسفية والمحمودية، والتي أطلق عليها الأمريكان بمثلث الموت. إذن السيطرة على جرف الصخر والحزام الأخضر يعني السيطرة على منطقة الرضوانية القريبة من مطار بغداد. هنالك بعد سياسي لاستهداف الحزام الأخضر، وهو استمرار السيطرة عليها، كما يظن الإيرانيون أنهم قادرون على تغيير المزيج الديمغرافي. فالسيطرة على جرف الصخر عزيزي المشاهد هدفه تشكيل طوق ديمغرافي يمتد من أبو غرير إلى الفلوجة في الأردن، حتى الأنبار حتى الأردن. هناك عفوا لو سمحت لحظة، هنالك مخطط لإيران لاستحداث محافظة جديدة، ألا وهي محافظة الهادي الشيعية الممتدة من الكاظمية إلى الطارمية إلى المشاهدة إلى سامراء، وتفكيك محافظة صلاح الدين. موقع الحزام الأخضر هو مفترق طرق أربع مدن كبرى، بغداد، صلاح الدين، الجالة والأنبار، وفيها مرقدين لإشعال الفتنة. فالسيطرة عليها يعني التحكم في أربع محافظات، انطلاقا من المقدادية في إجالة المجاورة لإيران لكونها أقرب طريق إلى بغداد، وستؤمن حركة غير منقطعة لنقل السلاح والعتاد والمخدرات من إيران إلى قطاعات الحي الشيعي. نقاط خطيرة، نعم. يعني نقاط مهمة جدا ذكرها دكتور عبد السلام الطائي. أستاذ مصطفى كامل، جرف الصخر بعد أن تم الاستيلاء عليها وبعد أن أصبحت بحسب ما يرى مراقبون ومراقبون عسكريون وكذلك سياسيون أن جرف الصخر الآن أصبحت مكانا لزراعة وإنتاج المخدرات، بالإضافة إلى أنها قاعدة لتخزين الأسلحة والصواريخ وكلها تتبع الأجندة الإيرانية في العراق. حزام بغداد الأخضر يعني من صلاح الدين
ديالة، كذلك الأنبار، هذه الأربع محافظات تتحكم بها إيرادات سياسية تنفذها أحزاب تتبع أجندة إيرانية. إلى أي مدى ترى بعد هذا، بعد 20 سنة، بعد مرور 20 سنة على الاحتلال، أكثر من 20 عام، إلى أي مدى تحققت عملية تغيير هوية المدن العراقية؟ ونحن نرى أن مشروع التغيير الديموغرافي سائر على قدم وساق، وهناك حتى مدن لم نكن نسمع بها صرنا نسمع بها، مثل الروفيل وغيرها وغيرها. يعني مشروع التغيير الديموغرافي طبعا مشروع عميق وواسع، وكما تحدث الدكتور الطائي وكما يعرف الجميع، الموضوع لا يتعلق فقط بحزام بغداد، وأنا أشرت إلى محافظة ديالى وإلى جرف الصخر وإلى ما يجري في مناطق أخرى في العراق. كل هذا مرتبط قلنا بمشروع التغيير الديموغرافي، ولذلك المشروع لم تستكمل حلقاته بشكل كامل، ولكنه ينفذ حثيثا وبطرق مختلفة. عملية الزج بعصابات إرهابية كما حصل في السنوات الماضية في محافظة الأنبار وفي محافظة نينوى وفي محافظة صلاح الدين، هذه المحافظات الثلاث على وجه الخصوص كان جزء من عمليات التغيير الديموغرافي، يعني من الخطوات على سبيل أو على طريق تحقيق هذا المشروع وتنفيذ خطواته على الأرض. إغراق هذه المدن بالمخدرات هذا جزء من عملية التغيير الديموغرافي. حالة الإرهاب الكبيرة الموجودة التي تستخدم ضد أبناء هذه المحافظات بشكل خاص، حتى أن العراقيين جميعا باتوا يتحدثون عن الفقرة 4 من قانون الإرهاب ويسمونها قانون أو الفقرة 4 سنة، لأنها متعلقة تحديدا بهذه المجموعة الهائلة من أبناء العراق. أنا لا أحب حقيقة استعمال كلمة مكونات، لأننا أبناء وطن واحد وليس أبناء شعب واحد، ولسنا مكونات لخليط في هذا الشعب. ولذلك أنا أقول أبناء هذه المجموعة الكبيرة من أبناء الشعب العراقي يجري إرهابهم بالقانون الذي يستخدم بشكل سياسي وإقصائي وانتقائي وانتقامي في الحقيقة بشكل كبير. هذه كلها مراحل على طريق تحقيق هذا المشروع وتنفيذ خطواته على الأرض. هناك أيضا تسليم هذه المدن لقيادات محسوبة على العرب السنة في العراق، ولكنهم في الحقيقة يتبعون المشروع الفارسي الإرهابي الطائفي العنصري الذي يراد تحقيقه في العراق وفي كل المشرق العربي حقيقة، وبوابة هذا المشروع يجري تحقيقها في العراق من خلال العراق ومن خلال الحواضن العربية الإسلامية في هذا البلد العريق. كل هذه خطوات يراد منها تحقيق هذه خطوات عملية لتحقيق هذا المشروع، مشروع التغيير الديموغرافي. لماذا يسير هذا المشروع أستاذ مصطفى على قدم وساق دون أي مقاومة وممانعة حتى من الدول الإقليمية، رغم أن الكثير من المحللين وأيضا اتفقت معهم حضرتك على أن هذا المشروع هو يعني سوف يتعدى حدود العراق ويتخطى حدود العراق؟ يعني الدول الإقليمية أو جزء بعض الدول الإقليمية وربما في المحيط الأبعد أيضا من الإقليم هي ضالعة بشكل أساسي ومباشر في عملية تدمير العراق، في هذا المشروع، مشروع تدمير العراق ومشروع يعني قتل أهله وإحقار شعبه. وبالتالي هي يعني ليست لا تمانع فقط، وإنما تدعم هذا المشروع التدميري. هل من مصلحتها أن تدعم ذلك؟ يعني ألا يأتي الدور عليها مثلا؟ نحن لا نقصد إيران هنا، نقصد دول أخرى.
نعم، هي انتقاما من العراق وتحقيقا لأمن إسرائيل العدو الصهيوني، يراد تدمير العراق. وأصلا لماذا أجرى احتلال العراق بالدرجة الأولى؟ العراق كان يمثل، وهذا بالاعتراف المباشر والواضح والصريح الذي ورد في أدبيات أو في تصريحات زعماء الكيان الصهيوني وفي تصريحات زعماء مشروع غزو العراق والمسوقين له والمروجين له والممهدين له سياسيا وفكريا، لماذا أريد إزالة العراق كدولة وككيان سياسي وكنظام وكمجتمع، تخريب المجتمع أيضا بوسائل متعددة، لأنه يمثل الخطر الحقيقي تجاه إسرائيل، تجاه العدو الصهيوني. نحن عندما نقول إسرائيل ليس من باب الاعتراف بها، وإنما من باب توصيف الأشياء كما هي رائجة حاليا، وأنه هو كيان قاصد لا علاقة له لا بالمنطقة ولا حتى بقضايا دينية وتاريخية كما يزعم. هو مشروع تخريبي تدميري في قلب الوطن العربي، والعقبة الأساسية كان هو العراق. لذا جرى غزو العراق، وبعد ذلك وجدنا عمليات الهرولة وليس التطبيع، خطوات التطبيع المعتادة، وإنما الهرولة وركض. الآن المواطن العراقي يسأل، سوف أعود إليكم مرة أخرى أستاذ مصطفى لكي أسألك عن موضوع مهم، وهو الحكومات المتعاقبة من بعد 2003 إلى أي مدى يهمها المواطن العراقي حتى تسعى إلى إنشاء مشاريع استثمارية في حزام بغداد، والبطالة مرتفعة وسقفها إلى السماء، وكل شيء في العراق يقول لك إن هذه الحكومات هي حكومات فاسدة لا تقدم شيئا للمواطن. نرى وجهة نظر المواطن العراقي تجاه هذه الإجراءات وهذه الاستراتيجية التي تستخدم فيها أو تستخدم فيها يستخدم عنصران، عنصر الإرهاب 4 إرهاب، وعنصر كذلك الاعتقال بال4 إرهاب، وعناصر أخرى تستخدمها من أجل تنفيذ مشروع التغيير الديموغرافي، منها التدقيق الأمني. اسمح لي أن أنتقل بالسؤال الأستاذ عبد السلام. أستاذ عبد السلام، يعني ذكرت بأن خاصرة بغداد، يعني الكرخ تعتبر خاصرة إيران تجاه سوريا والأردن والسعودية، بالتأكيد هذا الأمر هو لا ينسلخ عن جذوره الاجتماعية، يعني هناك مجتمعات متضررة في العراق، المجتمع المتضرر رقم 1 هو مجتمعات حزام بغداد. ما هي التداعيات الاجتماعية التي تركت ندباتها نتيجة استخدام الاعتقالات والطرد وكذلك توزيع أراضي لآخرين ليس من حقهم، وكذلك تحويل الأراضي الزراعية التي تعتبر اقتصاد العراق إلى ما يسمى بمشاريع سكنية، وكأنه ليس هناك سكن سوى في هذه المناطق؟ ما هي التداعيات الاجتماعية لكل هذه الإجراءات التي يعني تتوارث على استخدامها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2005؟ نعم، هو الحقيقة قبل أن أدخل في التداعيات الاجتماعية اسمحوا لي أن أوضح مشروع خطير جدا الحقيقة. وأشرت وانطيت بعض المؤشرات بأنه هذا المشروع لم يعرض لا على البرلمان ولا على أمانة بغداد وعلى على وزارة التخطيط، وهو مشروع يمتد أو يعني الخطة العشرية خلينا نسميها إلى عام 2030. هذا المشروع غير مدرج. هذا المشروع هو اسمه في منطقة الكرخ اسمه مشروع داري السكني في الكرخ. ومن وجهة نظري مشروع داري هو تهجير لأهل الدار، أي سنة بغداد في منطقة الكرخ. الكاظمي بهذا المشروع أعلن عن تخصيص 550 ألف قطعة أرض، وقال إن القطع مخصصة لذوي الشهداء ولعوائل الفقراء والصحفيين ولموظفي الدولة. مشروع داري كما زعموا أنه هدفه حل أزمة السكن وبناء مدن جديدة وحديثة.
لما أعلن الكاظمي عن توزيع الوجبة الأولى عزيزي المشاهد تبين أنها شملت فقط عوائل قتلى الحشد الشعبي والميليشيات، التوزيع كان في منطقتي حصرا الطارمية وقضاء أبو غريب اللي ذكرتها قبل شوية أهميتها الجيوسياسية والاقتصادية. بعد اطلاعنا على قوائم المستلمين اللي من القطع الأراضي اللي وضعت 550 ولتهجير أهل الدار اللي هو عدد الدار السكني في الكارخ، تبين أنه جميع السكان اللي استلموا الأراضي والعقارات كانوا من سكان مدينة الثورة الصدر حاليا وحي الشعلة. إذن هذا المشروع هدفه ليس إسكان ذوي الدخل المحدود، بل هو مشروع تغيير ديموغرافي لقضائي أبو غريب. كذلك اتهام هذه المناطق أستاذ عبد السلام في العام 2005 وعام 2006 وما تلاها باستهداف الزوار في الزيارات الأربعينية وغيرها بالتفجيرات والعبوات الناسفة التي تزرع على الأرصفة وفي الطرقات مستغلين عدم وجود كاميرات. هل هذا الأمر أيضا يندرج ضمن موضوع التمهيد لهذا الأمر ولهذه المراحل التي وصل إليها التغيير الديموغرافي في هذه المناطق تحديدا في اللطيفية مثلا في الطارمية في يعني حاليا حاليا منطقة خان ضاري اللي معروفة هي تاريخيا ووطنيا الآن هنالك محاولات استبدال تسميتها بمدينة الجواهري، فهذه كلها ممهدات أنا أشرت لكي تصبح بغداد ليس ديموغرافيا وإنما حتى عمرانيا تصبح ذات نقوش فارسية بشريا وعمرانيا. هذا هو الأخطر من ذلك، يعني المواطن أو السائح لما يجي ما يشوف شيء اسمه عربي إسلامي، يشوف أشياء لا آثار بقت ولا بقت تماثيل ولا نصب ولا مدن، يعني مدينة وطنية ذات تاريخ وطني تتحول إلى مدينة الجواهر. طيب أستاذ عبد السلام، يعني موضوع يعني اعتبار يعني لا نقول مكون، نقول أنه جزء رئيسي وكبير في العراق اعتباره إرهابيا وتحت المراقبة وتحت التدقيق الأمني وتحت النهب وتحت كل شيء غير مستقر في العراق، هل هذا الأمر سيترك تداعيات نفسية على المواطن العراقي الذي ليس له ذنب سوى أنه يحمل معتقدا معينا؟ تأكيد سيترك، ولكن هذا الأثر اللي راح يتركه ليس ضد مكون آخر، وأتفق مع ما تفضل به الأستاذ مصطفى، العراق مكون واحد والعراق واحد وليس موحد. هذه الآثار الحقيقة اللي راح يتركها يعني راح تكون آثار سايكولوجية ضد الجهة التي تسببت بهذا العمل. يعني الصراع الآن في العراق هو صراع بين المكونات السكانية وبين المكونات السياسية وليس بين المكونات السكانية بعضها مع البعض الآخر، بدليل حاليا يعني شباب تشرين اللي انطلقوا من المنطقة الجنوبية، هذا دليل على أن المكونات السكانية العراقية هي مكون واحد ضد المكون السياسي الدخيل. أما بالنسبة لما تفضلت بسؤال حضرتك الحقيقة حول الآثار الاجتماعية الحقيقة لما يعانيه حاليا ومستقبلا أهالي سكان بغداد، يعني بالتأكيد يعني الحالات الخطف والسجن والاغتيال، يعني أكثر من مليون عراقي بين قتيل ومخطوف وسجين، علماء ذرة، مفكرين، صحفيين. الآن الميزة اللي يتميز بها العراق أنه زيادة عدد المقابر والسجون بعد الاحتلال. يعني أنا أتذكر كنت في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كنا نشرف على الباحثين الاجتماعيين أثناء القادسية، تحصيل حاصل في كل دول العالم يعني تزداد عمليات الهروب من الجيش، فأصبح عدد السجناء فوق الطاقة الاستيعابية لسجن أبو غريب. فالمدير العام أو رئيس المؤسسة كان آنذاك كتب إلى رئاسة الجمهورية لتوسيع السجون،
إجا كتاب من مجلس قيادة الثورة عزيزي المشاهد بأربع أو خمس كلمات: نحن مع سياسة غلق السجون لا توسيعها. الآن المقابر والسجون توسعت، العراق الآن أصبح بسبب التهجير وبسبب القتل والخطف أصبح الآن دولة جمهورية للأرامل والأيتام والمعاقين. يعني أصبح تعداد الأرامل والأيتام والمعاقين يتجاوز الخمس أو ستة مليون، ستة مليون بمعنى أكثر من تعداد سكان بعض دول الخليج بما فيها الكويت، أكثر من تعداد سكان الدنمارك أو النرويج أو حتى في فنلندا. العراق الآن أصبح جمهورية للمخدرات والنازحين. نسبة البطالة حاليا في العراق الحقيقة يعني نسبة رهيبة، وصلت إلى حدود 30% في حين العراق خلال الحرب العراقية الإيرانية بالقادسية كان أكثر من 3 مليون مصري يشتغل في العراق، بمعنى أن العراق كان يستورد أيادي عاملة. الآن هنالك بطالة بين العراقيين أنفسهم، الغالبية المطلقة من المعتقلين في السجون الحقيقة وذويهم أصيبوا بالكآبة وبأمراض نفسية، الفصام والذهان، إضافة إلى الأمراض العضوية. الظواهر الأخرى اللي انتشرت في المتعمدة هي ظاهرة زواج المتعة ورمي الأطفال في مكبات النفايات بسبب زواج المتعة، ارتفاع معدلات الطلاق بسبب العزوف عن الزواج الشرعي. الآن تنفذ أحكام إعدام للنساء بالآلاف الحقيقة، المعتقلين بوزارة الداخلية الأماكن السرية يشرف عليهم الحرس الثوري في جوف الصخر، يمارس عليهم التعذيب. هذا يعني هنالك الآن أكثر من تقريبا قرابة 3 مليون عراقي مهجر داخل البلد و3 ملايين خارجي. هذا الرقم اللي ذكرته أقل من 3 ملايين. سليم طيب. الجبوري لما جاء إلى السويد قال الرقم أكثر من هذا. طيب ذكر أن الرقم كان 3 ملايين. هنا نعم. طبعا هذه فكرة أيضا، يعني شكرا لهذه المعلومات، معلومات جيدة ويعني تصل لنا إلى سؤال أستاذ مصطفى كامل عن سنة السلطة. سنة السلطة هل يفرحون الآن عندما يتم توزيع أراضي الخاصة بحزام بغداد إلى مثلا الحشد أو قتل الحشد أو الأرامل أو الأيتام التابعين إلى الحشد؟ هل هذه تلقي يعني هل هذا الأمر هو الهدف الذي يسعى إليه سنة السلطة في إضفائهم المشروعية بالمشاركة بهذه العملية السياسية؟ سنة السلطة وسنة الاحتلال لا تهمهم إلا مصالحهم الشخصية أولا وأخيرا، وبين الأول والأخير مصالحهم الحزبية. أما الادعاء بتمثيل هذا الجزء من شعب العراق، العرب السنة في العراق، هذا أبعد ما يكون أو الدفاع عن مصالحهم وعن حقوقهم وعن مظالمهم ورد الظلم عنهم، هذا أبعد ما يكون عن مخيلة هؤلاء الذين تسيدوا المشهد بدعوى تمثيل العرب السنة في العراق. هؤلاء مصالحهم الشخصية ومصالحهم الحزبية وارتباطاتهم المشبوهة هي من تحركهم. طيب. إذا كانت الحكومات يهمها أستاذ مصطفى، إذا كانت الحكومات يهمها المواطن العراقي كما تدعي، لماذا لم تحل مشكلة 3 ملايين مهجر داخل العراق؟ لماذا لم تحل ملف النازحين؟ لماذا تتجه إلى الإعلان عن توزيع أراضي في حزام بغداد للعناصر التابعة للقوات الحكومية والميليشيات كإجراء يفرح قلب المواطن العراقي الذي هو بحاجة إلى السكن؟ يعني كيف لحكومة أو سلطة عميلة جاء بها الاحتلال ونصبها على رقاب العراقيين أن تقوم بأي عمل لمصلحة شعب العراق؟ المطلوب هو والذي يجري تنفيذه هو تدمير هذا الشعب، قتله، إفقاره، تدمير مستقبله وليس حاضره فقط. ولذلك هم يعملون بكل تفاني وبكل إخلاص وبكل جد على تنفيذ هذا المخطط. موضوع أنا قلت في بداية الكلام، قلت لو كان الأمر يتعلق بتوفير حاجة المواطنين المتزايدة من السكن
لأنشأوا مدنا جديدة في الأماكن الخالية وليس في الأماكن الزراعية التي يستوطنها العراقيون منذ مئات أو ربما آلاف السنين أيضا، في عند مجاري الأنهار حول بغداد وبالقرب منها. هذه مناطق سكنت منذ آلاف السنين بدون مبالغة، والآثار المكتشفة في محيط بغداد تدل على أن هذه المناطق هي مناطق استيطان بشري منذ آلاف السنين، وبالتالي الرغبة في توفير يعني سكن للمواطنين يجب أن تكون في أماكن خالية، فتعمر بهذه الطريقة مدن جديدة. طيب أستاذ مصطفى، هل هذا الأمر، هل هذا المخطط مخطط عمل به بعد 2003 أم كان يعني يخطط له قبل احتلال العراق؟ كما نعلم أن الفلوجة لها ما لها في مواجهة الاحتلال الأمريكي، وكذلك مناطق حزام بغداد. هذا مخطط لا شك أنه وضعت لبناته الأولى عندما شرع بالتفكير بمشروع الغزو والبحث عن مفردات له يعني في إطار مشروع تدمير العراق ومحوه. ولكن عندما جاءت المقاومة الوطنية العراقية بعد غزو العراق سنة 2003 وتحديدا في الأماكن المعروفة في غرب العراق وفي محيطه، محيط بغداد الجنوبي وفي مدن محافظة نينوى ومدن محافظة صلاح الدين وديالة ومناطق الحويجة، نحن نرى هذه المناطق كلها قد دمرت. لذلك جرى تدمير هذه المدن بإدخال الإرهاب إليها، وجرى تدميرها بحجة الإرهاب، ثم جرى تهجير أهلها إلى مناطق النزوح ومخيمات النزوح المعروفة، وأيضا تهجيرهم خارج العراق. هذا كله عمل ممنهج ومرتب وله خطوات يعني متتالية، وصولا إلى مرحلة يعني طبعا إفقار هذه المدن، جاءت مرحلة من السنوات تدمير محطات مزارع المواطنين هناك، أحواض تربية الأسماك هناك، بساتين العراقيين هناك، هذه كلها محطات على سبيل تنفيذ هذا البرنامج وتحقيقه عمليا، وصولا إلى مرحلة إنشاء المدن واستجلاب مجموعات سكانية ربما حتى من خارج العراق أيضا، كما حصل في محافظة التأميم مثلا، هناك حديث عن استجلاب أعداد كبيرة من الأكراد من إيران ومن سوريا لأجل تغيير التركيبة السكانية في محافظة التأميم المعروفة باسم كركوك. أيضا يجري الآن في هذه المناطق إنشاء مدينة في خانضاري تسمى مدينة الجواهري، من الأجدر أن تسمى مدينة ضاري لأن ضاري رمز تاريخي وهو ابن هذه المنطقة، فمن الأولى أن تسمى المدينة التي ستنشأ في المناطق القريبة من دار الشيخ ضاري المحمود رحمه الله أو من سكن عشيرته وأهله باسمه. هكذا جرت العادة عندما تستملك منطقة تسمى باسم أحد أبرز رجالاتها، أما أن يسمى وإن كان الجواهري رمزا أدبيا عراقيا وعربيا معروفا ولكنه ليس من هذه المنطقة، وكان بالإمكان التسمية للشيخ ضاري، ولكن الموضوع ليس التسمية فقط، هو استجلاب إنشاء مدن واستجلاب مجاميع بشرية بمواصفات تختلف عن المحيط الطبيعي لهذه المناطق المنشأة، المناطق السكانية المنشأة حديثا، وبالتالي تغيير هويتها الديمغرافية وتغيير عقيدتها وتغيير انتمائها الوطني. كل هذا يعني عندما يؤتى بعملاء لإيران ويسكنون في المناطق المحيطة ببغداد، هذا لا يغير فقط التركيبة السكانية العشائرية في محافظة بغداد وجوارها، ولا يغير من طبيعة الانتماء المذهبي لأبناء هذه المنطقة وهم جميعا من العرب السنة في العراق، وإنما يغير أيضا من الانتماء الوطني
لأن هذه المناطق كما قلنا كانت حاضنة المقاومة وخزانها الأساسي ضد الولايات المتحدة التي غزت العراق وضد طيب. عملاء إيران. من هذه النقطة أستاذ مصطفى اسمح لي فقط أن أنتقل إلى الأستاذ عبد السلام. دكتور، موضوع الانتماء الوطني، هل هذا الأمر ممكن أن يستمر لدى جيل يشعر بأنه قد طرد من بيته وطرد من أرضه ومزرعته ويعني حول إلى بيئة أخرى، إلى إقليم آخر، إلى خيمة في صحراء في برد الشتاء وحر الصيف والفيضانات والرياح والثلوج؟ هل هذا ممكن أن يشعر بالانتماء؟ نحن نقصد هذا الجيل العراقي الذي يرى أبويه وقد تم طردهم من محافظاتهم ومناطقهم كما فعل بجرف الصخر والكثير من المناطق في العراق وخاصة حزام بغداد. نعم، هو الحقيقة يعني علينا أو على الجانب الإيراني والحكومي الذي يمارس هذه الأعمال عملية التغيير الديموغرافي، يعني عليها أن يعلم أنه المسألة هي ليست مسألة فقط انتماء، وإنما المسألة الأهم والأكبر هي مسألة الولاء. يعني بعض اللي موجودين حاليا في السلطة، نعم هم ولاداتهم في بغداد، ولكن ولاؤهم هو خارج العراق. الجيل اللي نشأ الحقيقة بعد الاحتلال انتماء، رغم الثقافة السياسية والثقافة المذهبية والدستور والقوانين، لكن بقى ولاءه نحو العراق. طبيعة الشخصية العراقية شخصية عنادية حقيقة، من السهل الممتنع، تمتاز بالوعي وتستمد الحقيقة بأسها من يأسها. حالة اليأس في المناطق الجنوبية اللي عاشوها وحالة الاضطهاد الحقيقة جعلت من عندهم لا يتأثرون بثقافتهم ضد المذهب الآخر أو الديانات الأخرى أو القومية الأخرى، وإنما لما ثاروا كما ثارت الفلوجة ومنطقة الاعتصامات تطالب بإسقاط النظام، تطالب بعودة الوطن. زين، فهذه الأمور الحقيقة ترتبط بالولاء. طبيعة الشخصية العراقية شخصية موالية لبلدها وليست موالية إلى أشخاص أو يعني لثقافات معينة طارئة ودخيلة بهذا الجانب. بس حبيت أعقر على سؤال حضرتك اللي سألته الأستاذ العزيز الأستاذ مصطفى كامل حول هذا المخطط. هل هذه المخططات قديمة أو جديدة؟ هذه مخططات قديمة، يعني سنة 82 مجلة كيبونيم الصهيونية اللي تصدر عن المنظمة اليهودية العالمية سنة 82 بالعدد رقم 16، هنالك وثيقة استعرضت فيها استراتيجية إسرائيل المستقبلية لتفتيت العراق، لأن العراق له عمق جيوسياسي، فتفكيك العراق أمر مهم بالنسبة إلى إسرائيل، بل هو أكثر أهمية من تفكيك سوريا ومصر. وبن غوريون عنده مقولة مشهورة معروفة، هي تفكيك ثلاث دول أولها العراق ثم مصر ثم سوريا. بريجينسكي مستشار الأمن القومي في عهد ريغان على ما أظن عنده مقولة مشهورة، إذا أردت أن تحارب القومية عليك بالدين، وهذا ما حصل في القادسية. يعني صار صراع ما بينه، وهو ليس دين في إيران الحقيقة، وإنما هو دين إيراني وليس دين إسلامي كما هو الحال في العراق الآن، هو دين حكومي في الصراع. بعدين بعد ما انتهت الحرب العراقية الإيرانية، بريجينسكي طرح وقال وإذا أردت أن تحارب الدين فعليك بالطائفية، وهذا ما حصل بعد عام 2003. الكتب اللي صدرت من الكتاب الغربيين مثل كتاب نهاية العراق وكتاب محو العراق وزرع عراق آخر، هذه كلها تعتبر هي نقاط الدلالة وعربون لعمليات التغيير الديموغرافي لتغيير خارطة المنطقة جيوسياسيا. نعم دكتور. نعم. أستاذ مصطفى، يعني هناك بعض المحاولات والإشارات والتحريض عبر السوشيال ميديا
بمحو الهوية الثقافية لمدينة بغداد وكذلك سامراء وبعض المدن التي فيها معالم تاريخية عظيمة، كما تم محو المئذنة الحدباء في الموصل. هذا التحريض الطائفي إلى أي مدى يسهم، ومن الذي يدفعه، إلى أي مدى يسهم في تحقيق مبتغيات أو أهداف التغيير الديموغرافي الذي ربما أول ما يمهد له هو إزالة هذه المعالم التاريخية التي تدل على الدولة العباسية أو تدل على من بنى بغداد أو تدل على الإرث الحضاري والتاريخي للعراقيين؟ هذا الذي تفضلت بالإشارة إليه يؤكد على أن ما يجري في بغداد هو مشروع انتقامي من بغداد حاضرة العروبة وحاضرة الإسلام وحاضرة الدولة العربية الإسلامية لعدة قرون. هو انتقام من تاريخها ومن حاضرها ومن مستقبلها، وانتقام من دورها في الوطن العربي وفي الدولة وفي المجتمع الإسلامي بشكل عام. لذلك جرت عملية إزاحة وإزالة للرموز التاريخية البارزة في المجتمع العراقي، في الشارع العراقي عفوا، ويجري التحريض لإزالة ما تبقى. أزيلت كل النصب والتماثيل والعلامات، بل وحتى الأسماء التي تذكر بالتاريخ المجيد العراقي والعربي والإسلامي، ليس فقط في بغداد بل حتى في البصرة وكل المدن. جرت ليست في بغداد ولا في البصرة ولا في ذي قار ولا في إزالة اسم المثنى من محافظة السماوة ولا القادسية وإبراز اسم الديوانية والناصرية وذي قار وديالة، وكل هذا يجري، والأنبار أيضا يجري فيها عمليات تغيير. يعني يتم تهديم مئذنة عمرها يعني مئات السنين من أجل إنشاء شارع، مثل ما تم تهديم مئذنة السراجي. كل هذا يندرج في إطار مشروع تغيير الهوية العربية والإسلامية في العراق. حتى في الدستور عندما أزيح أن العراق جزء من أمته العربية، هذا أيضا يعني تعبير صارخ وواضح جدا لقطع الجذور بين العراق الجديد كما يسمونه والعراق ذو التاريخ المجيد. هذا يؤكد على ما نقوله منذ سنوات، هذه الإجراءات التي تحدث على الأرض تؤكد ما نقوله نحن منذ سنوات عن ترابط المشروعين الفارسي والصهيوني ضد العراق وضد الأمة العربية وضد الأمة الإسلامية. في العراق الآن كما في فلسطين هناك مشروع تدميري. المشروع الصهيوني في فلسطين هو مشروع استيطاني استئصالي، يستأصل العرب الفلسطينيين بكل أديانهم ويحل بدلهم خليط من شذاذ الآفاق من كل أصقاع الأرض. الذي يجري في العراق أيضا هو مشروع استئصالي اجتثاثي استيطاني، يستأصل أبناء العراق الأصدقاء ويجتث من المجتمع ومن دورهم الفاعل في بناء العراق، ثم يأتي بمستوطنين جدد لتدمير البلد ومحو هويته العربية والإسلامية. هكذا يجب أن نفهم ما يجري في العراق وما يجري في فلسطين. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كنت معي عبر سكايب. وشكرا جزيلا للدكتور عبد السلام مطاي، أستاذ علم الاجتماع السياسي. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.